على مدار السنوات السابقة كتير ركزنا على موضوع علاقة السمنة بالسرطان. حكينا إنه السمنة حالياً is taking over smoking أو التدخين كمسبب رئيسي لكتير من السرطانات والأورام. كنت دائماً بحكي في أكثر من لقاء إنه جراحات السمنة تعتبر أحد الوسائل اللي يجب التركيز عليها كوسيلة لمنع حدوث السرطانات، خصوصا السرطانات المتعلقة بالسمنة مثل سرطان الثدي، سرطان المريء، سرطان المعدة، سرطان الرحم، سرطان المبيض وعديد من أدر من السرطانات الثانية. في دراسة جديدة مجموعة بكليفلاند كلينيك أثبتوا بدراسة رائعة جدا على عدد ضخم جدا من المرضى إنه جراحات السمنة أدت إلى تقليل نسبة السرطانات المتعلقة بالسمنة بتقريبا ما هو يقارب 50% مقارنة بالإنسان اللي عنده سمنة وما أجرى عمليات جراحية. مش بس هيك، الوفاة نتيجة السرطان كانت عند الناس اللي أجروا عمليات جراحة السمنة أقل بكتير بنسبة تقريبا 50% من الناس اللي عندهم سمنة وما أجروا جراحات السمنة. إذن دراسة رائعة جدا تثبت إنه جراحات السمنة ممكن مش بس إنها تحسن حياة المريض وتخليه يتخلص من السكري والضغط والأدوية المصاحبة لها، بل ممكن أيضا تقلل نسبة إصابته بكثير من السرطانات المتعلقة بالسمنة وتقلل نسبة الوفاة من السرطانات المتعلقة بالسمنة. إذا عجبك هذا الفيديو وشفت إنه هاي المعلومة ممكن تفيد غيرك، ما تبخل على الناس بمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبنفس الوقت ما تنسوا تدعمونا بلايك شير اند كومنت، وإن شاء الله المعلومة المفيدة توصل للجميع.